الخطوات. الفيلق الأول، غرفة عمليات، الفيلق الأول على هبة الاستعداد على حاجز العون، التقاطع باتجاه منطقة منبج، ونحن ننتظر إن شاء الله غرفة عمليات قيادة الفيلق الأول بالأوامر لدخول منبج إن شاء الله خلال ساعات قادمة. الله أكبر. الفيلق الأول جاهز على أفضل استعداد لله سبحانه وتعالى. الفيلق الأول ما في تفصيل نهائيا إن شاء الله. كنا العقيدة أبو عمار فوتوا على منبج ناخذها بساعة إن شاء الله يا رب. الله يحميكم. إن شاء الله خلال ساعات يكون على أبواب مدينة منبج. وها هم مقاتلين الفيلق الأول كافة بكافة الفصائل. الفيلق الأول إن شاء الله، وهي حاجز التاسعة، وإن شاء الله يعني خلال ساعات قليلة نطمن أهلينا في منبج في الدخول ضد عصابات البي كي كي وعصابات الأسد إن شاء الله.